هي حركة توافد مكثفة من قبل العابرين من الجانب السوداني إلى الجانب المصري، سواء من الجنسية السودانية التي وصلت أعداد من نزحوا منها من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية إلى ما يقارب 40,000 سوداني يحملون الجنسية السودانية، فيما يتواصل كذلك إجلاء الرعاية المصريين المتواجدين على الأراضي السودانية. تقدر أعداد المصريين الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية بأكثر من 8,000 من المواطنين المصريين الذين يحملون الجنسية المصرية، واستطاعت الدولة المصرية أن تقوم بإجلائهم خلال الأيام الماضية، فيما تستمر عمليات الإجلاء عبر المعابر البرية وفق ما أكدته وزارة الخارجية المصرية وأكده المسؤولون المصريون الذين شددوا على حرصهم أن يعود كافة المواطنين المصريين من الأراضي السودانية، وقالوا إنهم لن يتركوا مواطنا مصريا يرغب في العودة إلى الأراضي المصرية دون أن يتم إعادته سالما آمنا. أيضا هناك عدد كبير من رعايا الدول الأوروبية والعربية التي لاحظنا تواجدها على أراضي مدينة أبو سمبل التابعة لمحافظة أسوان، وكذلك عبر معبري قصر وأرقين البريين، حيث هناك تنسيق على مستوى عال يتم ما بين السلطات المصرية وغيرها من السلطات في دول مختلفة من أجل إدخال رعايا هذه الدول إلى الأراضي المصرية، وبالتالي وصلت أعداد الذين نزحوا من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية من الجاليات غير المصرية والسودانية إلى ما يقارب 3,000 شخص. من المؤكد أن هذا العدد سيرتفع خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا أن حسب مصادرنا هناك ما يقرب من 5,000 شخص وصلوا إلى معبر قسطل وأرقين من أجل أن يدخلوا وينهوا إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية، وبالتالي هناك تكثيف لتواجد المسؤولين عن تسهيل الإجراءات من قبل الجانب المصري حتى يتم السماح لإدخال أكبر عدد من المواطنين المصريين وكذلك السودانيين وكذلك غيرهم من الجنسيات التي تتوافد على معبري قسطل وأرقين، على اعتبار أن هذين المنفذين الحدوديين باتا هما الأهم في هذا التوقيت في ظل الاشتباكات المتجددة في الشارع السوداني. لذلك كانت هناك بعض الممرات الآمنة من أجل أن يصل هؤلاء من مدينة وادي حلفة السودانية إلى معبر قسطل القريب من هذه المدينة، ربما يبعد نحو أقل من ساعة فقط عن مدينة وادي حلفة السودانية، وبالتالي هناك تنسيق أن يتم الإجلاء عن طريق معبر قسطل أولا ثم معبر أرقين ثانيا، وبالتالي من المتوقع أن نشهد مزيدا من التوافد على معبر قسطل خلال الساعات المقبلة. أيضا هناك عمليات إغاثة مستمرة عبر المعبرين من قبل الهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات الخيرية والجمعيات التي حرصت على التواجد عبر المعبرين بالتنسيق مع وزارة التضامن المصرية من أجل إغاثة القادمين من الجانب السوداني وتقديم الدعم أحمد لهم، سواء عبر تجهيزات مختلفة ومن مالية أو غيرها من المأكولات والمشروبات أو حتى غيرها من وسائل الانتقال إلى أقرب منطقة يستطيعون من خلالها أن يستقلون حافلات إلى وجهات مختلفة داخل الأراضي المصرية. كان هناك بضائع مصرية عالقة على الحدود السودانية منذ اندلاع الحرب، ماذا عن حركة التجارة؟ هل تتمكن اليوم البضائع بالانتقال عبر الطرفين؟ بعض البضائع بدأت بالفعل مؤخرا تأخذ تصريحا بالدخول إلى الأراضي السودانية، بعضها يذهب فقط إلى مدينة وادي حلفة بحسب السائقين ثم يترك هذه البضائع ويعود مجددا خوفا من أن يتوغل داخل الأراضي السودانية وتحدث اشتباكات أو يحدث تضرر في الأرواح أو حتى خسائر في المعدات التي معه، وبالتالي هم يتركون البضائع في منطقة معينة عند وادي حلفة وبعدها يعودون دون أن يستكملوا مسيرتهم إلى داخل الخرطوم أو غيرها من الولايات التي تشهد اشتباكات عنيفة وضارية ما بين اللحظة وأخرى حسب شهود العيان. هناك أيضا تكدس لعدد كبير من الشاحنات التي ترغب في العبور من الجانب المصري إلى الجانب السوداني، وعلى متنها العديد من الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأطعمة وغيرها من المشروبات والأغذية، وبالتالي يعني تعمل السلطات المصرية على تسهيل دخول هذه الشاحنات في ظل الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الجانب السوداني في ظل انقطاع تام لوسائل الحياة المختلفة وخصوصا ما يتعلق بالتموين منها والأغذية وغيرها من الأمور التي يحتاجها الإنسان على مدار اليوم بشكل دوري.